السلام عليكم حبايبي، حياكم الله وياكم مسام جيمز، ومثل ما وعدكم دائما وياكم تحياتي لكل حبايب. طبعا مشكورين لايكاتكم بدعمكم وحياكم الله، وشكرا لحضوركم على البثوث اليومية ومنورين، وشكرا لكم حبايبي. مقطعنا خرافي، هو جليتش شلون تسوي ملابس الشرطة. راح تشوف خطوات حلوة وراقية، يعني حاطة المهمة بالبوك مارك هي لاست مان ستاند، راح تشوف هي اسمها كوبس اند كروكس. طبعا هاي المهمة موجودة اللينك مالتها بالوصف الفيديو، تقدر تسوي حسابه بروكستار وتاخذ هذا السيرفر من عندي وتسوي المهمة انت وصديقك. طبعا انا راح اشوفكم انه شلون راح تسويها انت وصديقك. انا راح ارسل له وهو يصير عنده، وبعدين ارجع النوب هو يرسل لي واني يصير عندي، حتى تشوفون بالجهتين شلون تسوي هاي الملابس. راح ارسل لصاحبي هسه ولا اراقبوا هاي اللقطات حتى تقدر تغير. ما عليك انك بس من انت داخل المهمة انك بس تحط سماعة اذن الضيف على الملابس وتطفي المهمة تطلع من عندها. هذا الشيء كلش رهيب وخرافي، راح تشوف المهمة سهلة جدا، تاخذ من عندك 5 دقائق وملابس الشرطة راح تصير عندك. بعد ما تطلع من المهمة تروح الأقرب محل مال ملابس وتسيف الملابس وتسوي لها سيف خاص، وتخليها حتى خاف تروح من عندك أو تغلط بيها ترجع تعدل عليها وتحطها. دا تشوفون هساني هنا مكتوب Outlaw، هو هذا الفوق، هذا الأوتلو بمعنى أنه أنا الحرامي وصاحبي الشرطي. أول مرة راح هو يصير الشرطي وأني راح أصير الحرامي حتى يسيف من عندي السيرفر. شلون يسيف السيرفر من عندك؟ شغلة بسيطة جدا، أنه أني ألفت المهمة، هو راح من يخلص حيطلع على L1، من يطلع على L1 راح يسيف السيرفر عنده ويقدر يرسل لي بعدين، وبعدين أني ألعب وتصير الملابس إلي. مثل ما تلاحظون هسا أني هنا أنا حرامي وهو الشرطي، فهو راح يطلع من الجيم وراح ياخذ الملابس مال الشرطي. هسه انا اغير السايد، اروح للسايد الثاني واسوي الملابس واصير اني شرطي وهو الحرامي، لان انا شوفتكم بالطريقتين حتى تعرفون شلون تصير المهمه. لاحظ هسه شلون اني صرت هانتر وهو صار الاوتلو، بمعنى انه انا الشرطي وهو الحرامي. ما عليك انه بس تبدي المهمه هسه حاليا، راح تبدي المهمه وراح تشوف باقي الخطوات. هسه الخطوات كلها سهله، انت بس اهم شيء تخلي السيرفر عندك بالبوك مارك حتى طبل المهمه. لاحظ هسه شلون اني بهاي الملابس، طبعا اول ما يبدي الجيم راح يغيرون ملابسي الى شرطي. لاحظ ملابسي شرطي كامل، اني شرطي حاليا، ملابسي طقمي كامل. هسه ايش راح اخلي؟ راح اخلي بس السماعه تشوف ال LCD باذاني، واطلع منها اضغط دائره اطلع من القائمه، اروح التليفون مالتي، اروح للمهمه واضغط مربع واكس انه اني طلعت من المهمه، لغيت المهمه. ليش لغيت المهمه؟ هو هسه راح يسيف الملابس مالتي وراح تشوفني اني مسيف بملابس الشرطه. لاحظ هساني بملابس الشرطة. هسه شو اسوي؟ اقرب محل انه اروح عليه حتى اخزن هذا الطقم كامل مال الشرطة، حتى البسه واقدر اسوي عليه كوستمايزيشن، اقدر اغير بنطروني، اقدر اغير القبعة، واقدر اغير حذائي، وراح تشوفون شلون. قبل كل شيء ما تسوي، اول شيء انك تسيف هذا الاوتفيت شيء رسمي وتكتب عليه كتابة، يعني تسميه اسم. مثل ما تلاحظ حاليا أنا عندي هاي الملابس، ومبروك عليكم حبايبي، الملابس سهلة تشوف الطقم كامل. أما هسه راح أشوفك شلون تقدر تغير هاي الملابس ويظل عندك ملابس الشرطة، يعني تقدر تغير بنطرون، تقدر تغير في أشياء ثانية. هسه راح تشوفوا بهذا الفيديو كامل التغيير على هذا الطقم، تقدر تغير بنطلونك، تقدر تغير حذائك، وتقدر تغير القبعة. هسه راح نسوي كاستمايزيشن، ومثل ما تشوف هنا أنا شلون اغير بالقبعة، وطبعا تقدر تغير الحذاء وتقدر تغير البنطلون، وان شاء الله تقدر تشوفه بالبث اليوم. حياك الله، حياكم الله حبايبي، شكرا لحضوركم، مشكورين دعمكم، واللي ما عنده احد يساعده بهاي المهمة خليجي للبث يحضر واني حاضر. ومثل ما تعرفون جليتشات الفلوس موجودة عندنا والغواصة موجودة عندنا، حياكم الله، لأي مساعدة او استفسار حياكم الله، موجودين احنا والشباب. تحياتي لكل الحبايب، واقول لكم شكرا لكم ولحضوركم، ومشكور دعمك حبيبي، وان شاء الله اشوفك كل يوم بفيديو وكل يوم ببث. مع السلامة.